بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنبدأ أول فيديو معانا. أول فيديو عبارة عن مجسم بيضم لنص إنسان بيضم جميع الأجهزة الحيوية اللي موجودة في الجسم، سواء جهاز سواء الجهاز الهضمي أو التنفسي أو حتى العصبي زي ما هنشوف. هنبدأ بأول جزء في جسم الإنسان وهو الدماغ. لو شلنا الدماغ بتاعة المجسم وبدأنا فتحناها، هنلاقي إن المجسم ده النص الحقيقي بتاعنا اللي احنا بنشوفه دايما ماشيين بيه، وده النص التاني اللي هو من غير الجلد ومن غير الشعر. من الواضح طبعا على المجسم هنا ان في غدد لعابية، ده زوج وفي الجزء التاني من الناحية التانية، وده زوج تاني من الغدد اللعابية هنا، والزوج التالت احنا هنشوفه لما نفتح. زي ما احنا شايفين الجمجمة واضح فيها بعض الشقوق، تمام، اللي هي بتلحم عظام الجمجمة ببعضها واللي بتعتبر من المفاصل الثابتة. طبعا هنلاحظ ان الجمجمة فيها تجاويف، منها تجويف العين وتجويف الفم وتجويف الانف. لو فتحنا المجسم هنلاحظ الكلام ده، هنلاحظ ان احنا عندنا فيه تجويف الانف، فيه تجويف الفم، وبيظهر فيه اللسان، تجويف الأنف، تجويف الفم، واللي بيشغل منه جزء كبير اللسان، في عظام الأسنان، وهنلاقي عندنا المخ بيشغل حيز كبير جدا من عظام الجمجمة واللي هو بيشغل الجزء العلوي من الجمجمة. في طبعا طبقات من العظام وطبقات من سائل احنا هناخده بعد كده ان شاء الله في ثانوي، لكن بعد كده عندنا في العظام بتاعة العمود الفقري احنا هنشوفه دلوقتي، وده الزوج الثالث بتاع الغدد اللعابية اللي انا قلت لكم هنشوفه جوه. بالنسبة لأول جزء لو فتحنا المخ هنلاقيه جوه الجمجمة. المخ بيتكون من نصفين الكرويين اللي بيشغل الجزء الكبير ده، وفي المخيخ وفي النخاع المستطيل. هنلاحظ إن في تجاويف كتيرة قوي في المخ وتلافيف. كلمة تلافيف دي يعني إن المخ ملفوف أو بيتكون سنائ في لفات كتير جوه بحيث إن احنا يكبر مساحة سطح المخ. نرجع تاني للمجسم بتاعنا، هنلاحظ ان الرقبة هنا في هنا عظام العمود الفقري، واللي بتظهر اول فقرة من فقرات العمود الفقري، وهنلاحظ وجود ثقب جوه اللي هو اللي باين باللون اللبني عندنا ده، واللي بيمر فيه النخاع الشوكي. هنلاحظ برضو وجود فتحة المريء وفتحة القصبة الهوائية، واللي بيظهر الجزء العلوي اللي باين باللون الأخضر ده اللي هو الحنجرة. هنبدأ نشوف جهاز جهاز عندنا. هنبدأ بالجهاز التنفسي باعتباره الأول مجسم، هنقسمه نصين من عند العصاية كده. النصين دول نص التجويف الصدري هو الجزء العلوي، والنص التاني اللي تحت اللي هو التجويف البطني، بيفصلهم عن بعض طبعا عضلة كبيرة واسمها الحجاب الحاجز. هنلاقي ان الجهاز التنفسي بيبدأ بالحنجرة اللي بتوجد اعلى القصبة الهوائية واللي باينة باللون الاخضر تحت هنا دي، وهنلاحظ انها بتتكون من حلقات غضروفية غير مكتملة، وده بيخلي الجهاز القصبة الهوائية مفتوحة بصورة مستمرة، ده غير انها بتحتوي على الاهداب، والاهداب دي وظيفتها طرد الاجسام الغريبة خارج القصبة الهوائية. دول طبعا الرئتين واللي هما بيشغلوا الجزء الحيز الاكبر من الجزء اللي في التجويف الايه الصدري. لو فتحنا جوه كل رئه هنلاقي جوه في القصيبات الهوائيه، وفي شبكه من الشعيرات الدمويه بتحيط بالحويصلات الهوائيه اللي موجوده في اخر كل قصيبه هوائيه. هنلاحظ ان الرئتين موجودين وفي بينهم القلب، تمام. طبعا ما ننساش ان في جزء هنلاقي فيه هنا نقط صفرة صغيرة خالص كده، لو قربنا هنشوفها. العظام دي ده جزء من العظام دي، عظام الضلوع واللي بتشكل عظام القفص الصدري. القلب موجود في النص وهو بيميل ناحية اليمين، تمام، ناحية اليسار. وهنلاقي هنا ان احنا لو فتحناه القلب بيميل طبعا ناحية اليسار تلتين وتلت، وهنلاقي ان هو بيتكون من اربع غرف، واحد اتنين تلاتة اربعة،
وهنلاقي طالع منه شريان، شريانين فوق، وهنلاقي فيه اكتر من وريد، وهنشرحهم بالتفصيل زي ما هنشوف كمان شويه. اللي باللون الابيض هنا بيفصل التجويف الصدري عن البطني، ده اللي هو الحجاب الحاجز. ندخل على التجويف البطني اللي هو بيبقى بيتكون من الجهاز بيشغل اجنب الجزء من الجهاز الهضمي. طبعا هنشوف هنا الكبد بيشغل حيز كبير جدا، وبعدين في المعدة تحته، وبعدين في الامعاء الدقيقة والامعاء الغليظة حواليه. لو فتحنا الكبد هنلاقي جوه، ده الكبد من قدام، كبد الجزء الخلفي بتاعه. هنلاقي ان الكبد فيه حاجة اللون اللي بلاين باللون الاخضر دي، اللي هي الحويصلة الصفراوية. الحويصلة الصفراوية هي اللي بتفرز، بتتجمع فيها العصارة الصفراوية اللي بيفرزها الكبد، وبتمشي جوه القناة المرارية وبتتصب في الاثنى عشر. هنلاقي عندنا المعدة، وطبعا مننساش ان الكبد يعتبر ملحق من ملحقات القناة الهضمية. نرجع تاني للقناة الهضمية، هنلاقي ان المعدة بتشغل حيز برضه. المعدة طبعا الغذاء بعد ما نزل في المريء دخل جوه المعدة، وبيحصل فيه هضم دهون، وفيه العصارة المعدية بتفرز جوه المعدة. هنلاقي بعد كده ان بعد المعدة ما بتخلص وبتبدأ الاثنى عشر. الاثنى عشر جزء من الامعاء، الامعاء الدقيقة طبعا، الامعاء الدقيقة اللي بيفرز جواها العصارة الصفراوية من الكبد، والعصارة البنكرياسية من البنكرياس. طبعا العصارة الصفراوية مسؤولة عن هضم الدهون. وبعد كده هنلاقي ان الامعاء الدقيقة دي برضو هنلاحظ انها عبارة عن انبوبة عضلية كبيرة جدا ملفوفة، وطولها تقريبا 7 متر. ما ننساش ان القناة الهضمية كلها من 9 ل 10 متر، يعني اذا الامعاء الدقيقة دي بتفرز، بتشغل حيز كبير جدا. حواليها الامعاء الغليظة اللي بعد ما بيتم فيه هضم الطعام، بيبدأ الامعاء الغليظة تاخد مسارها ناحية المستقيم وفتحة الشرج اللي باينين ورا. البنكرياس، ما ننساش ان البنكرياس جزء كبير برضو بيلعب دور مهم جدا، ويعتبر احد ملحقات القناة الهضمية، واللي احنا بنقول بيشبه لحد كبير ورقة الشجر في تركيبه. لكن هو بيفرز العصارة البنكرياسية، وفي الاخر بينتهي بالاثنى عشر اللي بيفرز على الطعام فيه، وبيساعد في عملية الهضم. بعد ما شرحنا الجهاز الهضمي والتنفسي، هنلاقي ان احنا عندنا في حاجة اسمها الجهاز الدوري. الجهاز الدوري اللي هو كان القلب جزء منه في النص، وبعدين هنلاحظ الشرايين والاورده منتشره في كل حته في الجسم. طب نيجي لدور بقى الجهاز البولي، واللي هو بيتكون من شريانين كلويين ووردين كلويين داخلين للكليتين، ثم بعد كده ينتهي الحالبين، ثم الى المثانه البوليه اسفل، ثم ينتهي لقناه مجرى البول، وبينتهي بعد كده بخروج البول من جسم الانسان. لو فتحنا الكليه من جوه هنلاقي ان بيتكون من في انابيب جوه ملتفه، الانابيب دي اسمها النفرونات، لكن الاسم ده مش موجود عندكم في الكتاب. وبعد كده بتتجمع الفضلات وبتخرج في الحالبين، ثم الى المثانه البوليه. ما ننساش طبعا الشريان والوريد دورهم ايه في ادخال واخراج الدم وعمليه غسيل الكلى. الحمد لله ان احنا عندنا كده. وبكده يبقى انتهى المجسم بتاعنا. شكرا جزيلا.